Alors, bonjour tout le monde. دائما مع الاخطاء الشائعه في قاعات الرياضه سورتو في صالات بناء اللياقه البدنيه وبناء الاجسام اوكي معروف عليه بلا ميسكولاسيون بين الاخطاء الشائعه اللي كنشوفها شاك سيونس اليوم شفت خطا خيب كيديروه الناشئه سافدير لي جون كيديروا بزاف ليفور سافدير كيهزوا اثقال اوزان اكثر من الطاقه ديالهم والعمود الفقري ما كيكونش في الوضعيه الصحيحه دونك تعرفوا العمود الفقري فيه فقرات وبين الفقرات كاين واحد الماده كتسمى الكارتيلاج بون هاد الماده ماشي هي ماشي نسيج عظمي ماشي عظم وماشي ماده رخوه يعني بين العظم وبين النسيج اللي هو بحال الميسك وبحال الدهون هاد الماده كتكون من الكالسيوم ومن بعض المعادن هاد الناشئه ملي كيهزوا اوزان اكثر من الطاقه ديالهم ما كيحسوش بالالم علاش حيت هاد الكارتيلاج كيتجدد حيت هما في واحد السن اللي القدره هاد النسيج عنده القدره انه يتجدد باستمرار ولكن كيكون عنده عواقب خيبه وخيمه في المدى الطويل ملي غادي يفوتوا سن الأربعين في هذاك الوقت هاد التجديد ديال هاد النسيج اللي هو الكارتيلاج كيكون ضعيف ولا بطيء هاد التجديد تيكون مرتبط بالتغذية بالأنشطة الرياضية بالمزاج بالستريس أما الناس اللي كيوصلوا لسن 60 تيكون عندهم تجديد بطيء جدا وهادشي علاش كنشوفوا الناس عندهم مشاكل في لي زارتيكولاسيون بحال الجنو بحال الركبة بحال أغلبية النساء كيكون عندهم مشكل حيت هذاك الكارتيلاج ما كيتجددش واخا كنعطيو في لافارماسي بزاف المواد اللي كيعاونوا على تجديد هذا الكارتيلاج ولكن التجديد ديالو كيكون ببطء وخا الناس كاين الناس اللي كيديروا لي زانجكسيون حتى هما كيعاونوا ولكن كيكون التجديد بطيء دونك بالنسبه لي جون اللي كيديروا بزاف لي فور ضغط على الضغط الميكانيكي على العمود الفقري فيت اتونسيون راه ما غاديش تحسوا بالالم دابا تحسوا به ملي تكبروا ان شاء الله والعواقب تحسوا بها من بعد كاين اللي كيوصل به المطاف الانزلاق الغضروفي سورتو الناس اللي عندهم البوا اوكي دونك الوضعيه خاصها تكون سليمه ديال لاكسيون لا ماشين اللي خدامين فيها خاصها تكون وضعيه سليمه وما امكن يكون ظهر مقاد شوفوا الكوتش اللي عندكم شوفوا لي زاتليت برو اللي معاكم دونك خذوا استشاره من عند الناس كي سون برو بيان سور ما تقلدوش ماشي اي حاجه تنشوفوها تنقلدوها التقليد يقدر يوصل بك للموت بعض الناس قلدوا بعض الناس وقع لهم سواء تشنجات سواء دي زاري كاردياك وكنشوفوا في لي فيديو الناس كيكون تيوقع لهم لا مور سوبيت يعني على غفله باسكو عرضوا الجسم ديالهم واحد ستريس واحد التوتر كبير لدرجه ان القلب ما كيتحملش والقلب باش يضخ الدماء ما كيلقى ما يضخ حيت الغوتور فينو يعني الدم اللي كيبغي يرجع القلب تيكون مجهد وما كيلقى ما يضخ في الجسم وكيوقع هذيك السكته القلبيه نسال الله العفو والعافيه دونك لي جون فيت اتونسيون ما تقلدوش الكبار وما تقلدوش الناس اللي سبقوكم في التجارب وطلبوا استشاره من الافضل يكون عندكم ان غيد براتيك سواء اون ابليكاسيون في التليفون سواء كتيب وتبعوا الخطوات ما تحرقوش المراحل في لي سال دو سبور ما تحرقوش المراحل ما يكونش داك الحماس يخليكم ديروا بعض الحركات اللي كسر من الطاقه ديالكم واللي غادي ترجع عليكم بشي حوايج خايبين في لو كور ديالكم اوكي الي بون كوراج